شكرا معلقنا كابتن احمد مناع من اذا انتهت المباراه بنتيجه 78 76 فرق باسكت الحقيقه والنادي الاهلي استعاد سيطرته على الامور في الفتره الثالثه والرابعه ولكن لم تكن كافيه يمكن في الثواني الاخيره حسم اللقاء ولكن ما يقدر يقول غير النادي الاهلي النهارده عمل مباراه كبيره بنقول النادي الاهلي هارد لك بنقول نادي الاتحاد مبروك برحب بضيوفه اللي منورين المره الثالثه كابتن سلعاوي اهلا بحضرتك اهلا بيك كابتن طاهر اهلا بحضرتك